الرسائل. يا مرحبا والله يا ابو لافي، الله حيه. شفناك على بدايه وعز الله انك تنوم الصدور طيب، وحنا معك بالدعاء وبالدعوات وبغيرها. مرحبا ابو لافي، كيف حالك؟ عساك طيب، اشني عنك؟ ما شاء الله مبدع، من ابداع الى ابداع، من تميز الى تميز، كما عهدتك ما شاء الله طموح ونجم يتلألأ. أنا من أشد متابعين البداية، وتواجدك فيها أعتبره يعني مكسب للبرنامج، وأنا أصورها الآن في صورة إعداد أو انطلاقة نجم، انطلاقة نجم، لأن البداية ما شاء الله منبع النجوم، وأنت إن شاء الله نجم قادم إلى الساحة وبقوة، أنت فوق الهقوة، ربي يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ومساكم الله بالخير جميع قناة بداية الأكثر من رائعة. نمسي على المتابعين خلف الشاشات، مع التحية لأخوي نواف بن طارد الدوسري، كل التوفيق لك، ونحن معك قلبا وقالبا، وأنت خير من يمثل قبيلة الدواسري في هذا البرنامج. ننتظر إبداعك اللي حنا متعودين عليه، نتمنى لك كل التوفيق والسلام على الشباب، والله يحفظك ويوفقك. الله يمسيكم بالخير جميع. أولا أوجه تحية لإدارة قناة بداية على هذا المجهود اللي صراحة نشكرهم عليه، وثانيا أوجه تحية لأخوي الغالي المنشد نواف بن طارد الدوسري، أتمنى لك كل التوفيق وأنا أخوك، وعقبال إن شاء الله دخولك القرية أنت وخياك المتسابقين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. محمد بن فهران الشهري من أصدقائي وأحبابي، وأنا أفتخر في صداقتك يا محمد. محمد رجل خير، رجل في خير، رجل طيب، رجل محب للسعادة وينشر السعادة في أي مكان يروح له. عنده مواهب كثيرة محمد، من أهمها الصوت الجميل. محمد من الأصوات الجميلة جدا. أسأل الله عز وجل يا محمد أن الله يوفقك ويسعدك. ومحمد مشارك في قناة بداية في برنامج زد رصيدك، أرجوكم صوتوا لمحمد. محمد من الأصوات الرائعة الجميلة في الوطن العربي كافة. أخوك أبو صقر يدعي لك ويتمنى لك الخير ويدعمك. شكرا لك يا محمد، ولنا لقاء إن شاء الله. هلا سعد، إنسان مبدع وجميل، ذكرياتك حلوة واجتماعي، وعسى الله يوفقك إن شاء الله بإذن الله. فالك الأول. يا هلا يا هلا وغلا يا حي، والله الأخبار الحلوة هذه، الأخبار اللي الواحد يقوم عليها الصبح، وحال المطر انتهى، وضعك 100% سليم جدا، الله يوفقك ويسعدك وتصل منه للأعلى يا حبيبي. وتذكر كلامي لك يوم احنا بالمكتب أول، إنسان مبدع راح يصل، هي خطوة بس مشيت قدام تبي تصل للأعلى بإذن الله، وانت قده وقدود وكفو، بس الله يوفقك ويسعدك وتبشرنا بأخبار إن شاء الله أكثر وأشياء أحلى إن شاء الله بإذن الله. حي المطر. هلا والله سعد، يا هلا، ما شاء الله وشو حركات بداية وتلفزيون، ما شاء الله، والله يا أخي تستاهل الخير، أقسم بالله مبدع، والله مبدع، الله يوفق سعد، مو تشوف نفسك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميعا. أشكر قناة بداية وأشكر القائمين على البرنامج، وأتمنى لإخواني المتسابقين التوفيق والنجاح، وأتمنى من الله التوفيق للمبدع والمنشد الرائع عون الرويبي، وإحنا معه قلبا وقالبا، وعقبال ما تدخل القرية خالد مبارك الرويبي. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول شيء أسعد الله صباحكم بكل خير، ثاني شيء نشكر قناة بداية ونشكر القائمين عليها، وأسأل الله التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين، وأتمنى من الله أن يوفق المنشد والمبدع عام بمطلق الرويبي، وعقبال ما نشوفك في قرية استمر، حنا معك قلبا وقالبا، أخوك حمدان بمطلق الرويبي. البداية أقول بديت بذكر الله مع النخبة الغالين ببث الجديد ومتعة مشاهدة بداية، قصيد وثقافة ما تعدى حدود الدين،
وشيلات إبداع لها ترفع الراية وتستقبل ضيوف الشرف بين حين وحين. هل الدين وهل الشعر هم غاية منايا. سلامتكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. من أبها البهية أوصل سلامي إلى أخوي محمد البريك. الله يوفقك محمد وسهل أمرك، والله صراحة أني فرقتك بالمكان بدونك خالي، والله فالك توفيق من أخوك. أولا نشكر قناة الواقع، قناة بداية، التي لها الفضل لعد الله في نشر وإظهار مواهب وأفكار المتسابقين، ونقول المتسابقين أبدعتوا، ونتطلع أن نرى المزيد من إبداعاتكم في الأيام القادمة، وكلنا عمل في الله ثم فيكم، ودعواتنا لكم بالتوفيق. ونقول المتسابقون مطلق الرويبي أبدعت وإلى الأمام، ونحن مع قلبا وقالبا. سلطان بن مطلق الرويبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة منورين انتم اخوان، بضرب واحد.